اول ما توصلوا اسكندريه بالسلامه تشدونا جواب. حاضر يابا. مالكوش دعوه بالبحر. حاضر يابا. حاسب من بنات بحر يا حسونه. مش عيب يابا الحاج. حاضر يابا. عاوزكم تشرفوا بلدكم ميت ابو شادوف، فلازم تذاكروا ليل ونهار. حاضر يابا الحاج. 4 سنين بتوع الكليه تاخدوهم في 2 سنين بس. بس يعني يابا هي ما قدرت كده. يلا خشوا انتوا وانا هناولكوا الشنط. ضروري مكتوب عليها. ده مكتوب سيدي جابر. ارجع ولا ارجع؟ ما هو سيدي جابر يعني اسكندريه. زي عندنا السيد البدوي يعني طنطا. شيلها شيخ العرب. استنى يا راجل. ايه؟ امال الشايلين شغلتهم ايه؟ شيال. ايوه يا بيه. شيلنا. حاضر يا بيه. خش بكام يا اسطى؟ هناخد نص جنيه. ايه بقى؟ انت هتطلع منين بالظبط؟ من هنا على طول. وبعدين نخش في الشارع اللي على الامه نلاقوا ميدان المنشيه، اول شارع على اليمين. وبعدين تاني شارع شمال نلاقوا البحر. نخش شويه نبقى في الانفوشه. طب اتاكل على الله. ولا حفظت الوصفه؟ صم. يلا بينا. يا ألف أهلا، يا مليون مرحب. وبعدين؟ ولما ربنا أكرمنا وخدنا ثانوية عامة سافرنا مصر وقدمنا ورقنا في مكتب التنسيق. مكتب التسويق؟ تسويق إيه؟ يا ولية يا جهلة، زي مكتب تسويق السمك اللي عندنا البحري. صح؟ صح. مكتب السمك ده بقى يصنفنا حسب المجموع. 90% مرجان، 80% بوري، 70% ده قشر بياض. وانتوا بقى بالصلاة على النبي كده طلعتوا ايه؟ بساريا قاموا حولوا اوراقنا على جامعة اسكندرية، قومي صممت لازل لا في شقة ولا فرقان. معقول برضو تنزل فرقان ده واحنا موجودين؟ ايش حال المكان شمك بنت خالتي؟ يعني زهره في مقام خالتك بالظبط. صح صح. بس احنا اتنين يعني ومش عايزين نضايقكم الحقيقه. ما هو حسونا بلدياتي، ابن احمد افندي حسونا رئيس مكتب الوسطى اللي في البلد. مين جاي ياما؟ تعالى زينهم. ده زينهم ابني اكبر الصبيان. ربنا يخليك.
انت بتعمل ايه يا بس؟ سيبه معلم شيحه. خد يا زلمه. ايه ده؟ خد ده شويه حاجات كده على مقاسهم بعتهم لك امي. ده حس كده بقى، انتوا تفتحوا قوي قوي قوي. اللي فوقنا ورشة ايه؟ دي لا مؤاخذة ورشة جزم. والدقي بقى على طول؟ لا ابدا، دول اما يشتغلوا بس. هما بيشتغلوا كتير يا شيحة بيه؟ لا ابدا، وردية بالليل وردية بالنهار. زغلول هننام امتى؟ هننام يوم الجمعة. يلا انت وهي يلا يا يلا بقوا سبعة يا زغلول. بقول يا معلم شيح عمين، في عيال تاني ولا دي اخر كلام؟ باذن الله كده في واحد جاي بعد 9 اشهر او بيعملوا لكم حس في الشقه. والله العظيم انتوا هترتاحوا عندنا اخر راحه، وهتذاكروا اجدع مذاكره. الله ما تخافش يا صاحبته. ايه رايكم بالاوضه؟ هي في الحقيقه يعني مش بقولك، هو قصده يعني يا معلم مش كده والنبي. طبعا اسلكوا بقى. شقه كلها اوضه وصاله. هما دول قرايبك اللي قعدت تعشمني بيهم يا سي زغلول؟ زغلول زغلول زغلول، معقول هناخدوا منهم فلوس؟ الله، امال هي تكيه؟ البلد زحمة عشان موسم التلاميذ، ولما يدوخوا مش هيلاقوا اوضة زي دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عليك يا حبيبي، بسم الله عليك. ابن 60 حمار صح؟ ده يقصدني انا صح؟ صح، استحلفك بالله لا تدع الامور هكذا. انا هقضي لها.
ضيوف يا مش كده؟ بصت على ضيوف يا راجل، روحت نص الدماء مش كده يا معلم؟ ضيوف عندك مش كده يا معلم؟ يا جدع يا معلم، روح يا معلم ليه؟ ده احنا ضيوف، قول له يا زبون. ايه الامم والاخلاق؟ اخلاق انتوا عندكوا اخلاق؟ الاوضه ب2 جنيه في الشهر في الليله طبعا، ده في العشر ايام الاولى، بعد كده تبقى الليله بجنيه ونص بس. خلاص احنا نمشي دلوقتي ونجي لك بعد 10 ايام. اوضه 19 ارخص اوضه بسريرين عندنا، جنيه واحد في الليله. ومن غير سرير خالص بكام؟ تيجي ازاي دي؟ اصل عشان ضهري تعبان في البتاع ده، فممنوع عليا السرير، بنام واقف. انت عارف حضرتك الخيل بتنام ازاي؟ بيجيبوا الخيل لمؤاخذه يا عم يلا يا عم. طب هو بينام واقف زي الحصان، انا بنام معوج زي الحمار، كتير جنيه. ده حرامية يابا. ايه واسع بس ضيقه شويه. او السقف نازل. فيها سفور. شفته في اوضه النوم واحد. والشقه اللي شفناها دي ايجارها كام في الشهر؟ ب 100 جنيه عشان خاطركم. ما تهزقها شويه. احنا هندفعوا 7 جنيه. ويا حسان انا العصايه. العالم انصعرت يا جدع. ايوه انت خلاص بقيت اسكندراني. طب حنبته فين يا ابو احمد؟ على رصيف نمره 5 يا معلمي. ها في السرايا دي. خليك انت اصلك نحس يا راجل، ده تلاقي الاوضه فيها بمليون جنيه. ما تخافش هنزلها النص. حصل بكام؟ خدناها لقطة 3 جنيه في الشهر. ايوه تعال. ده عم علوان اجدع راجل في اسكندرية. الله يعمر بيتك يا عم علوان. تعال دي عليها جنينة. بص انا هشيل الورد اللي في الحوض القبلي ده وازرع بدله قصب. ايوه ده احنا هنمص مص. بص هنا ايه مطرح الحوض هنزرع فول، واللي جنبين يزرعوا سلطة. الله يأمر بيتك يا عم علوان. مين الحجر؟ ما احنا قدامك اهو. ما كانش يتعز. انا فاكرك بتأجر اوضة لاختك قريبتك. الفيلا دي للبنات بس. الله يخرب بيتك يا عم علوان. عم علوان ده اندى الراجل في اسكندرية. ما انا عارف. شيلنا شيله. قال للبنات بس. ايه حاجه يا اخي. يا سلام يا لو كنا بنات. كان كل الرجاله اللي في الدنيا قلبوا ستات عشان ما يتجوزوناش. الله. اتفضل. من فضلك الاوضه بكام في الشهر؟ 3 جنيه. طب في اوضه فاضيه؟ والله مش عارف، نشوف. انتوا حظكم يا رب. اتفضلوا.
صغيره عره ايه وكلها كراكيب. بالعكس دي شيك قوي، تجنن تهبل. هو الاوضه الثانيه اقل عن منها؟ لا احنا هناخد اوضه واحده. ممنوع، لازم كل واحده في اوضه. ليه؟ اصل عشان يعرف يستفرد بيها. ايه؟ اصل النظام هنا كده يعني. اه زي بعض. تعالى اوريها لك. اتفضلوا. يا رخ رصيفت، رطوبه وما بتخشهاش الشمس وبتجيب المرض. اتفضلوا. عجبانه والاجره هي. مساكين، السكينه سرقاهم مش عارفين ايه اللي هيجرى لهم. انت بتقول ايه؟ ولا حاجه. الحمد لله اني ما لقيتش مكان في بيت الطالبات، وانا بشكر اني ما لقيتش في المدينه الجامعيه. كيف السرير حلو ازاي يا خلاص؟ تتجنن. طب يا ترى في اوضه علشاني؟ استنى ما نشوف الكشف. مفيش مانع. الحمد لله، اشكرك يا رب. في الشباب. ايه ترى ايه؟ ما كنت بتقول دلوقتي؟ مع السلامة، الله يسهل لك. ده منظر تدخله في الفيلا بتاعتي. الله، ده خلقة ربنا. ما تعرفنيش. حيزلنا علشان المائية ولا ايه؟ متبطن بتقول ايه؟ ولا حاجة بيه، بقول انا راجل صاحب عيال يعني ملوش لزوم. يبقى لازم تصحصح معايا. انت عارف احنا دلوقتي في موسم البنات. البنات الغلابة اللي بيجوا من بلاد التانية علشان يخشوا جامعة اسكندرية. مظبوط مظبوط. مساكين ما لهمش حد في البلد دي، واجب علينا نحافظ عليهم من رزالة الشبان المستهترين. ربنا يكون في عونك. تفتكر بقى ان انا اسيب شركتي واجري وراهم في الشارع عشان احميهم واحده واحده؟ لا لا، ما عندكش وقت طبعا. شفت؟ خد. انا بقى السنه دي حولت فيلتي الى بيت ليهم علشان اجمعهم عندي هنا وابعدهم عن المخاطر. حنين بشكل، وكمان بقيت تشرب فراوله. كل الوجه الله، هو في حد بياخد من الدنيا دي غير عمله الطيب؟ طب ليه رفضت البيت قريبه برج القاهره دي؟ عشان وحشه. نعم، قصدي اللي تبقى وحشه كده لازم اخلاقها تبقى وحشه. انا خايف على البنات منها. انت عارف هنا اهم حاجه عندنا الفضيله. الفضيله، بركاتك بركاتك. تعالى دلوقتي نراجع على اوض الزغاليل. الزغاليل؟ قصدي التلميذات النجيبات اللي سجنوا هنا لغايه دلوقتي. تعال. اتفضل. اتفضل. ضربة الحمار مسرح ما يقول لك صاحبه. ما تبطنش. حاضر. ما تنساش تبقى تعالى اليافطه دي. من هنا وطالع فيلا عاشق قمر هيبقى اسمها دار النجاح. يا مهون. يا اهلا وسهلا. بكام الاوضه في الشهر؟ 5 جنيه بس. يعني ب16 قرش ونص في اليوم. فصلها ولا فصلها. شوفي بقى يا حاجه، احنا مش هندفع اكتر من 16 بس. يا سلام، يعني جيتوا في جمل بسيطه قوي. مش تشوفوا الاوضه الاول؟ اتفضلوا اتفضلوا. يبقوا مين البهوات؟ دول هنا زيكوا بالظبط. هو البي معانا في كلية الآداب برضه؟ سكر. أنا. يا نهار اسود، يا نهار ابيض على اسود. وليه يا بنتي ما رحتيش لوكاندا ولا بنسيون احسن؟ ابدا، ده انا دخت ما لقيتش. ثم هنا امن. امن.
الله، بتعمل كده ليه؟ ولا حاجة. مين صاحب الفيلا؟ ده راجل وحداني كان عنده بنت زي حضرتك كده وماتت. يا حرام. مساب اسكندرية وسافر على العزبة، وكلني انا بان انا اجر الفيلا دي للطالبات اللي مش لاقيين سكن. والنبي الراجل ده تعين. طب ده انا نفسي اشوفه واشكره وابوسه. وهو عايز ايه غير كده؟ نعم؟ كويس قوي لو جت على البوس. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اصل وجودك هنا خطر. ليه؟ اصل في فك كبير قوي بيحروز بالليل، مفيش حد قادر يمسكه. خطر يا اخواتي خطر. ما تخافش عليا، هجيب له سم فران. ما يحوقش فيه. صباح الخير. اهلا. صباح النور. الحمام منين لو سمحتي؟ من هنا. انت من مصر؟ ايوه. كلية ايه؟ اداب. وانا كمان اداب. بصلا. ونجوى اخرى اداب. اهلا. الله، امال انت اسمك ايه؟ اسمي ناهي. يا ترى في بنات تانيين ساكنين معانا هنا؟ ايوه في، واحنا كمان ما نعرفهمش. مش معقول. انت منين؟ من لبنان. لبنان؟ اسمك ايه؟ اسمي شوشو، بينادولي شاورما. وانا بيسا وبينادولي بسبوسه. يعني هذا ما ياكلوك انت يتحلوا بيا انا. يوسف عمرك شبه طومي. يوسف عمرك انت. يناير شوشو، فبراير نجوى، مارس بيسا، بيسا يناير. انت عايزه ايه بالظبط؟ هدوم التنس طبعا، والمضارب والكور. انت عارفه الحاجات دي بكام؟ قبل ما نفكر في الحاجات دي نفكر في المراجع اللي احنا هنشتريها، هنجيبها ازاي؟ ده تاريخ الحضارة الواحد ب15 جنيه. يا ستي ده مش مهم، ممكن ده نبقى نستلفه من مكتبة الكلية. لكن اللي انا حاملة همه بجد المواصلات. حقا. كل يوم من سيدي بشر للشاطئ رايح جاي. ناخد تاكسي. ايه؟ تاكسي كل يوم لغاية الكلية؟ ليه؟ ابوكي اوناسس؟ ناخد شركة احنا الثلاث. برضو تكاليف؟ لكن يظهر مفيش غير كده. يلا بنات صباح انت وزير الاسكان حسون احمد حسونه. مفيش غير الفيلا بتاعت سيدي بشر. تاني يا ابني لازم نبقى بنات. طب وايه يعني؟ طب واحنا يعني مش قد المقام ولا ايه؟ عملته ده ايه؟ بتمرن.
وكل اللي مطلوب بعد كده ان احنا نغير هدومنا بس. يا شيخ اتنين، احنا حلتنا غير بدله واحده. ومين قال ان احنا هنلبس بدل؟ امال هنلبس ايه؟ شوف اما اقول لك، انا لا يمكن البس فستان. خلاص خلينا نبات في الشارع. ما تحاولش تأثر عليا، مش هلبس فستان يعني مش هلبس فستان. لما يكون مين؟ ما اقدرش البس فستان. انا لما اقول مش هلبس فستان يبقى لا يمكن البس فستان. ناويني الباروك؟ يا خسارتك يا زغلول، يا فضيحتك في البلد يا زغلول. زغلول مفيش، انت دلوقتي اسمك بهيرة. تعالي يا اما شوف ابنك بقى ايه. انت بتقول اسم ايه؟ بهيرة وانا شهيرة. تعالي يا اما شوف ابنك فحيرة. شفيرة فحيرة تعويرة. ها الهدوم مقاسكو؟ ايوه يا قبلتي. استنى اما اظبطها لكم. لكن قولولي ليه عايزين تعملوا بنات كده؟ علشان هو اصله قد كده فمركبش في ال يعني في المطرد. بصراحة يا ست فوزية احنا بناخد درس خصوصي عند واحدة استاذة في الجامعة. ست مفيش اختها، نتيجتها 100%، بس جوزها بقى راجل قفل ومنع اي راجل يخش البيت. اتفقنا معاها ان احنا ندخل البيت على هيئة بنات. صح صح. علقي بقى البدلتين عندك لحد الصبح وحتى نتاعه على الليلة. انا ما استلمتش غير بدلة واحدة. فين بدلتك؟ معلقها هنا. اقلع. ابرد فابرد. هتقلع يعني هتقلع. بقول لك اه بقول لك هتقلع يبقى تقلع. ما تمسكنيش ولا ما واسمع ما حدش يمسكني من اللي سيب. ابرد يعني ابرد. سيب قلع. ايه مفيش ولا تاكسي؟ مش هنلحق المحاضرة على فكرة، ده احنا بقالنا نص ساعة واقفين. معقول الوقفه والعطله دي كلها؟ مفيش فايده في التاكسيات دي. انا رايح لغايه الشاطبي، لو كنتوا في سكتي اتفضلوا. يلا نركب. نركب مع واحد غريب معقوله دي؟ نتعرف ليه ما يبقاش غريب. انت مجنونه. انا مادام واثقه من نفسي ما يهمنيش. ما احنا دخنا هو مش لاقيين تاكسي. يلا بلاش جبن بقى. بالعكس، ويا ريت تدوني الشرف ده كل يوم. ودي معقولة؟ وفيها ايه؟ العربية فاضية وده طريقي لشركة بتاعتي كل يوم. انت عندك شركة؟ ايوه، شركة حمدي للاستيراد والتصدير. ويا ترى عاملين ايه في السكن؟ ساكنين في الكندا ولا بيت طالبات؟ في الفيلا طبعا. فيلا؟ الفيلا بتاعت عمي. ايه؟ عمك. طبعا اذنكم. باي باي. باي باي. باي. ايه المجنونه اللي انت بتقولي؟ اسكتي. باين عليه غني قوي. وانت كمان بتقولي له الفيلا بتاعت عمي. صحيح. الله؟ طبعا. بعدين يفتكر اننا اقل منه. اذا كان هو عنده عربية انا عندي فيلا بتمن عربيته 20 مرة. ده انا هخمه حتة خامة. صباح الخير يا عم علوان. الله، وانت تعرفي اسم منين يا حلوه؟ فضحتني يا غبي. هو في حد ما يعرفكش يا لئيم؟ عارفينك من صحاباتنا اللي ساكنين عندك. عاوزين اوضه. وشوف اهو، افتكر ملكش حاجه بعد كده. خف شويه هتفضحنا.
ايوه بس اصل ايه تاني؟ احنا عملنا اللي انت عايزه اهو. ده احنا جبنا الفساتين دي بالعافيه ورهنا البيدك. اوعى شيخ، اصلكم جايين في وقتي مش هو. اعمل معروف يا عم الوان. ده احنا استوينا يا جدع. يا خساره، مفيش ولا اوضه فاضيه. ما تكدبش يا عم الوان، الاوضه البحريه فاضيه والاوضه اللي في الجنينه فاضيه، اديها لهم. هلا الا دي اصلها مخزن. ما معروف يا انكل، ما يلاقيش حد في الكافيتيريا. يعني يرضيك بهدلتنا في الشوارع والمعاكسه والقرص وقله الحياه؟ بص شو يعني هم اللي هياخدوها احسن منهم. ربنا يحميكي يا شابه. حرام عليك يا عم الوان، دول بالذات هاخد فيهم رفد. شيخ صلي على النبي بقى. يلا بقى 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 بقى. احنا متشكرين قوي يا عم. العفو يا ضلايا. يا بلع بطاطا ولا ايه؟ انت بتتكلم من ايه؟ ورينا حاطط ايه في زورك؟ مفيش حاجة وشرف بابش. ولا انت لازم تتكلم زيي على فكرة. انا معرفش. خلاص يبقى نقول عندك برد مزمن ونزل. انت عارف ابوه وابوك بيعملوا ايه عشان يبعتوا لنا 10 جنيه كل شهر؟ عارف، اشتغلوا اوفر تايم عند البشخ الغفر وجايبنا في ملقى في بنات. ادي دقني لو فلحنا. دهنك ايه يا ولية انت؟ ايه يا بنت الطعامة دي؟ ما خلاص بقى عليه العوض. ما تجيبي بوس يعني. ولا ايه؟ لا احنا جدعان سوا. لا احنا جدعان سوا. يا احمد يا ده انا بهزر. انا بهزر يا خراشي يا خراشي. تسكن اتنين من ورايا وكمان تقعدهم في اوضه واحده يا ضلالي. تفضل تقول ايه؟ اتفضل يا فندم. شاكر يا نسا. يا نسا. نعم. هاتي لي دوسيه شركه بلاستيك. حاضر يا فهمني سنهم قد ايه دول؟ شكلهم ايه؟ حلوين؟ ما هو خلص ربنا. ضروري يكونوا حلوين طبعا. ما انت عارفني صاحب مزاج، صاحب مبدا. الحلوين هم اللي محتاجين الحمايه. اما الوحشين فوحشتهم لوحدها بتحميهم. بس يا ترى زي اللي سكنوا قبل كده ولا احلى؟ لا طبعا احلى. هما في الواقع الشكل تاني خالص. برافو يا علوان، تعرف انك شوقتني اوي اشوفهم. برافو. ده ربنا بعت لنا المكان ده نجده. بس زي ما اتفقنا، ها احنا نقعد نذاكر وندح وما نخرجش من هنا غير على الكليه فورا. بس ايه بقى؟ زي ما فهمتك يعني. ايه ده؟ ايه؟ اللي بانا. بس ده شكله
عايزين يشيلونا فوق راسهم. تفتكري كده؟ اه طبعا. ده انت عارفه نقيبا انت اصبع ما انتش شرح ده طول من وعسنا. مين مين؟ افتحي انا جيسه. مساء الخير. صباح الخير. احنا جايين نوريكم الجدول اللي توافقنا عليه كلنا. امال فين بهيرة؟ نامت؟ اه. ايه ده مال صوتها؟ ناقصة يعني هي واخدة برد في ظهرها. اه عين قلبي يا روح قلبي. بعد الشر عليك يا قلبي. يا صدري. يا صدري يا قلبي. الجدول اهو. جدول ايه؟ جدول الدرب؟ لا جدول شغل البيت وده نصيبكم فيه بالعدل وحياة امي. ايام الطبيخ السبت والحد والاثنين وبس. طبيخ؟ ايه مالها؟ لا دي قلبت نازله شعبيه. التلات غسيل المواعين والسيرفيس. قلبت التهاب رئوي. في حاجه تاني في الجدول يا اختي؟ الاربع والخميس كانس ومسح الفيلا. سبت حد اثنين ثلاثة اربعة. اظن يوم الجمعة اجازة طبعا مش كده؟ طبعا. انتوا لازم ترتاحوا. ميرسي. وتسلوا وقتكم بقى بالغسيل. غسيل؟ غسيل ايه؟ غسيل البرك. شو غسيل برك هيدا؟ شو هالكلام الفاضي؟ غسيل شراشف ومحارم وبرديات وتنانير كمان. اه يا انا اما. هي انا بدي صلي. اسكتي يا شهير اسكتي هنغسل تنانير ما تفضحيناش. تنانير؟ اه. ايه مال؟ لا يا حبيبتي هي موافقة على الجدول خلاص. صحيح؟ اه. طب ميرسي يا بهيرة. ميرسي يا شهيرة. صباح على خير. صباح على خير يا روح. مع السلامة. ميرسي يا امورتي. مع السلامة. ما احنا بنتبس احنا كمان. هو انا مش حاطه خط مرة خط. ميرسي قوي. عجبك كده؟ انا على اخر الزمن اغسل واطبخ؟ انا حارمي نفسي بالشيف ده. ده انت ما تبقاش مجنون. مفيش حاجه من دي هتحصل. انا اغسل تنانير؟ انا لو بقى عارف ان انا بغسل تنانير يتضحك. يا ريت على التنانير ده في شراشف. اعملي معروف يا بهيره لحسن ما عنديش ولا بلوزه. يا حرام هتخلصي كل ده على امتى يا مسكينه؟ قولي لهم يا غجر حرام عليكم. خايفه اديكي الفستان اللي عليا لا تقولي بستعبطك. شوف العبط. هاتيه. حاضر اهو. لا ايه؟ مش هنا. لا. بعيد بعيد. العافية. شراشف والبرديات. انا ما بغسلش شراشف وبرديات. انا بغسل تنانير. فين التنانير؟ رايا وسكينة. شكل تاني خالص مش كده؟ مسكن لي اتنين غفر يا كافر، ده انت احلى منهم. العفو يا بيه. ايوه احلى منهم واجمل منهم وارشق منهم 60 مره. ما ده يا لكون عينين زيها عليا انا كمان. ما بطمش. حاضر. التهمتين دول ما يقعدوش عندي في الفيلا، اتفضل خرجهم فورا. حاضر. وهخلصك من باقي كمان. اسمع. نعم. بتقول ايه؟ بقول الاصل البنات اللي في الفيلا قالوا لو البنتين دول مشوا مش هنقعد هنا خالص. سلام عليكم. لا اسمع. خليهم وقتا. وبعدين انا هشوف لهم مصيبه تاخدهم. الصبح نقلع الفستان ونلبس البدله، وبعد الظهر نقلع البدله ونلبس الفستان. ده غلب. عندك حل تاني؟ لا. انا في الصبح تلميذ وبعد الظهر ستات. انا أوه. انا ايه
مش معقول كده. الله، بيتهيألي اني شفته قبل كده. مش انا ولا متهيألي ان انا اعرفها. هو بالعافيه تكونيش فاكراني واحده صاحبتك ساكنه معاك ولا حاجه؟ يخلق من الشبه 40. وانت كمان بشبه عليك. لا بقى، ده يبقى خمسه غيرنا. يا جدع يلا بينا، انا احسن لك كشف. انتوا اداب؟ ايوه بس احنا تاريخ. واحنا كمان على مول المحاضره متاخره عشان الاستاذ لسه ما جاش. اتفضلوا ارتاحوا معانا شويه. اتفضل. مين اللي هيحاسب؟ على فكره احنا نظلنا هنا كل واحد يحاسب لنفسه. انجليزي. ما تخلوها طلياني وتدفعوا لنا. انا بقى انجليزي وابويا بريطاني وامي من كفر انجلترا. بيبي بزلطة. حمدي. صدفة غريبة اني الاقي نفسي مروح في نفس معاكم. لا احنا هناخد تاكسي المرة دي. الله، في واحد بيعاكسه. ملناش دعوة يا جدع، دول جيراننا. فين الشهامة؟ صح، ورايا. مالك بيهم يا جدع انت؟ خليك في حالك يا شاطر. اسمع، اتكلم كويس، ما تعرفش ايه اللي هيجرالك. ايه اللي هيجرالي؟ وانا شرفت. شرفت. شهامة. ايه اللي هيجرالي؟ يا عيني يا ابويا. يا جماعة انتوا فاهمين غلط، الأستاذ حمدي في طريقنا وعايز يوصلنا. دي حركة ذئاب، رجلنا على رجلكم. مفيش مانع اوصلكم انتوا كمان، العربية اهي، اتفضلوا. العربية هيوصلنا. اتفضل. اهلا وسهلا. يلا. اتفضلوا. ميرسي قوي يا أستاذ حمدي، باي باي. هاي. ميرسي قوي يا استاذ حمدي. راح فين؟ مروح. ما تنزل. ما ينفعش عشان زعزع. ايه؟ صحيح. اركب. تقيل قوي يا استاذ حمدي. بالعكس، ما انا تحت امركم. كده؟ طيب. بكره بقى والنبي في نفس الميعاد. ها؟ مين اللي قال ان في علاقة وطيدة بين الحب والكازوزة؟ اظن نيكولاس باتس. لا، زغلول سيد احمد. اصل واحنا قاعدين في العربية، البنت نجوى كانت لازقة فيا، فحسيت ان جسمي نمل زي ما يكون فيه كازوزة. شو ده الحب ولا؟ الله اعلم. باميه ورز وكباب حله. احنا عايزين نشيل الحاجات دي من السوق، عايزين حاجه نجيبها لكم معانا واحنا جايين. مسحله قوي حياتي. نعم. قصدي موس، عشان احلق بيه القلم. ابري بيه دقني، احلق بيه. موس ابري بيه القلم. يا روحي. حاضر، اشتري لك برايه يا حلوه. هحلق دقني ببرايه؟ يخرب بيتك. فرصة غريبة اكون فايت من هنا وانتوا نازلين رايحين السوق. وعرفت منين؟ ما هو انتوا فعلا رايحين السوق. اصل الطباخ في الفيلا بتاعت عمه عيان قوي، ما قدرش ينزل النهارده. عال، فرصة وحيدة وصلكم من غير زغلول وحسونة دول. اتفضل. ميرسي قوي. ايه ده؟ هاي. هلو. انسة بهيرة. انسة شهيرة. مش اوانس، قصدي اوانس يا فندم. انا اوانس وهو كيبل. تشرفنا. غصب عنك. صوتها كده اصلها بلعز وكامل العيله كله. انا مسكومه. ايه
كزوزة اهدم. يا سلام، منتهى الرقة والكرم من الأنسة بيسا إنها تقعد معاها المجموعة دي كلها في الفيلا بتاعتها. بتاعت مين يا أختي؟ عمي، بتاعت عمي. ما أصل عمها صاحب الفيلا راجل طيب قوي. بيني وبينك صاحب الفيلا دي راجل مغفل وحمار. أنا آسف يا أنسة، أنا روحي راحت. أما حاجة غريبة عارفة، بالصدفة كنت ماشي من هنا وبعدين أمال فين نادو نجوى؟ الاتنين عندهم تدريب في الملعب. زغلول وحسونة، استنى وحياتك خدنا معاك. كلامهم كلامهم مش معاك. ارجع لهم، حرم عليك. حرم عليك انتي، بقى انا موعود بالاتنين دول بالنهار وشهيرة وبهيرة بعد الظهر، والغريبة انه فيهم شبه من بعض. انتي ما بتمشيش غير بحرس. حرس؟ عشان ايه؟ عشان بتخافي. من مين؟ مني انا. انا ما بخافش من حد ابدا. طب عيني في عينك. هو بيقول علي انا؟ لا علي انا. انت من مواليد برج ايه؟ الاسد. صدفة غريبة، البرج بتاعي. تقابل شخصية عظيمة سيكون لها اثر كبير في حياتك. اسمع كلامه ولا تكن عنيدا. وريني كده. الاخرانيه دي من عندي. انا ما بحبش ارقص بالشكل ده. كدابة، عيني في عينك كده. في الفيلا احسن عمي موتني. عمك. طب تعالي. يا ترى اتاخرتي ليه يا بيسا؟ استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوه الا بالله. دي اول مره تعملها. على فكره انا قلبي مش مطمن. ايه ده كريم؟ انا بدهن كريم كراميل. بصراحه يا رجاله، يا بنات، بيسا بعد ما خرجت من الكليه النهارده الصبح ركبت العربيه مع حمد. اكيد كان معاهم زغلول وحسونه. لا يا اختي، زغوا منهم. زغلول وحسونه خدوها مرت رجل لحد هنا، قصدي لغايه بيتهم. يا حرام. ايه صعبانين عليك قوي. حسونه بالذات طبعا هو اللي صعبان عليه. اشمعنى حسونه؟ انتي هبله ما تفهمي بقى. صحيح يا نهد؟ ليه ما قلتليش من زمان؟ انا كمان من يوم ما شفتك. من يوم ما شفتك قلت البنت دي وحسونة لايقين على بعض قوي. ايه اللي عندك في ابو اردان ده؟ يسلين ابو اردان؟ هو شكله هذا الفعل زي ابو اردان. ابو اردان ابو جلامبو برضو عاجبني. شاطره يا بنت. على الاقل احسن من سي زغلول بتاعك اللي عامل لي ده العرسه المبلوله يا اختي. عرسه لابسه فستان، لابسه بدله.
نجوى يعني عايزه تقولي اللي انت وزغلول يعني انا ما بعبروش انما هو بيحبني ومعين في دباديبي وبيقولي ان جمالك مسح جمال البنات الكليه باستيكه. ما حصلش. يعني انا كدابه؟ طب ده النهارده بالذات قعد يعيط ويقول لي ارحميني، انا لا بشرب ولا باكل ولا بذاكر ولا بنام. يا سلام، حب الكلبش في قلبي زي القراده. انا هو وقع على بوزه، ما عندوش كرامه ابدا. الله، احنا حلاب ولا ايه؟ اوعدنا يا الله. يلا بينا بقى يا شوشو، احسن الكلام ده بيجيب لي ارتكالي. يلا. بس ليه دي المسمار؟ حسنا مش حاسس بيها خالص. صوري يا شهير عمرو ما قال لها كلمه حلوه. حجر ما عندوش قلب. جبان حيوان. انت تخلصي خالص. قولي لي يا حبيبتي، انت هتقابلي حسون الساعة كام؟ الساعة 10. يا ريت تخليها 11 عشان عندي محاضرة. ايه؟ حسونة ضروري عنده محاضرة. لا انا حسونة لما هيشوفك هيبقى فرحان قوي، هينطق. يا ريت. هيتكلم، هيتنطط، هيرقص، هيغني. وبعدك ما وحشنا. هوب. قول اتكلم. انا اتكلم يا حسون. اصل في حاجة حلوة عاوز اقولها لك. قول ايه هي الحاجة الحلوة دي؟ حلاوة حنية. يا سيد يا بدوي، انا لا عارف اكل ولا اشرب ولا نام ولا ذاكر ولا اعمل اي حاجة. تتكلم جد؟ والله، وحصلت السنة دي ان شاء الله، وادي كان رئيس المحاضرات ما اتفتحتش اهي. ومن ايه ده؟ ايوه يا عم طبعا يا سيد. ما قلتليش من ايه ده؟ منك انتي. جمالك مسح بنات الجامعة باستيكة. والاستيكة اهي. حبك كلبش في قلبي زي ال القرادة. ايوه بالظبط، زي القرادة. والقرادة اهي. زغلول. نعم. يا حلاوة. بسيتني يا ولد، بسيتني. أول مرة في حياتي أتباس. ما حد يباس لي قبل كده غير أمي والنسوان اللي في البلد لما بكون عيان، وده اللي جاب لي العين. المرة الجاية أنت تبوسها بقى. إزاي؟ زي بتوع السيما. زي السيما كده. خد عليك كده، تقعد خليك واقف بقى، وتروح حاضنها كده، ها؟ وتروح. إيه أنت عاوزة نصيحتي يا نوجة يا أختي؟ ايوه والنبي قولي لي. مش بتقولي ان الواد زغلول ده فلاح وجلف كده؟ قفل كمان. معلش، ما هو دي معناها انه راجل حمش ناشف، يحب ان الست تحترمه وتقول له سي زغلول. سي زغلول؟ ايوه، لازم يحس انه سيدك وتاج راسي، ومهما عمل اوعي تقولي له تلت التلاته كام. مهما عمل؟ مهما عمل، حتى لو بس كمان. طيب. شاطرة يا نوجة، شاطرة قوي، شاطرة قوي قوي. ماسك بقى بقى. واحدة بقى، ده بتوع السيمة. هما كام بنت اللي قعداهم معاكي في الفيلا؟ ستة. القامة كاملة على حسابك؟ غلابة. ومين اللي بيخدمهم دول؟ عندي في الفيلا اتنين طباخين غير الجنايني والبواب طبعا. ما شاء الله. لكن عمك ما بيقولش حاجة؟ عمي لارج قوي، باشا من بتوع زمان. نفسي اتعرف عليه. ها؟ اصله سافر امبارح. فين؟ العزبة. وعزبة كمان. بالحق فكرتني،
لازم اكلم مصر ضروري. انا عندي خط مباشر في المكتب. كده اهو بقى كلكم كويسين. ماشي. انا كويسه قوي قوي يا ماما. المهم بابي ازايه؟ ميرسي. لما اراد العماره ولا لسه؟ عماره ايه؟ خلي بالك من نفسك يا بيسه يا بنت، مش عاوزه حاجه. المواصلات تعباني قوي يا مامي. لو ممكن من فضلك تبعتولي العربيه الزيتوني. زيتون ايه يا بنت؟ لازم نفسها في الزيتون بتاعك، ابعتي لها شويه. حاضر، هبعتلك صفيحه. لا بلاش السواق، انا هسوق الصفيحه بنفسي. العربيه. ميرسي. باي باي يا ماما، هكلمك تاني. ما كنتش عارفه ان عندك سكرتيره حلوه بالشكل ده. مش احلى منك يا بيسه. ابعد يا مجنون. مجنون بيكي. مش قادر بقى يا بيسه، مش قادر. مش عن الساعة أبدا لما تكوني معايا. كفاية الأيام اللي ضاعت مننا. الساعة 11 دي سندريلا؟ ده حتى سندريلا كانت بتروح الساعة 12. بيسا هتوحشيني. صحيح؟ قوي. هشوفك بكرة؟ لا الليلة. ازاي؟ هجيلك الفيلا. انت مش بتقولي عمك مسافر؟ والبنات بعد ما يناموا؟ ما هو بس عمي موقف حرس اللي و... هيتعرض لي هقتله. طيب مساء الخير يا عم علوان. مساء النور، خلي بالك من الفار. خديني جنبك بقى نفكر سوا. أما الحب ده لذيذ بشكل يلا. احنا ما كناش عايشين يا جدع. ليه نجوى؟ يا
جدع انت اطلع من النافوخي بلدك. اسمعوني قبل ما تتخذوا اي قرار. اولا انا اللي قلت العلوان، ما يقولكمش ان انا ساكن جنبيكم علشان ما ترفضوش الاوض الجميله اللي جهزناكم. ثانيا سبب دخولي عندكم امبارح بالليل اني كنت نسيت حاجات واوراق مهمه لما جيت نقلت. ثالثا لازم تعتبروا الفيلا دي بتاعتكم انتوا مش بتاعتي انا، بس ارجوكوا اسمحوا لي اقعد في اوضتي كام يوم لغايه ما اخف. ولغايه ما الاقي سكن تاني علشان تخلصوا من وشي خالص. بعد الشر عليك. الوان اسندني الوان. يا حرام شو هالزلم الادم، منتهى الاخلاق. يا سلام ضحك عليكم كلب عليكم حلاوه. بالعكس ده حسب لنا الدنيا وماشي. لا هو ما يمشيش لان ده ملكه، احنا اللي لازم نمشي وده قراري الاخير للعلم. منصوع انا عندي اقتراح. مرفوض. نسيب الفلة. ايوه كده. بس اما نلاقي حتة تسكن في مكان تاني. يعني هنفضل هنا مؤقتا. ايوه عشان خاطرنا بقى يا بسبوسة والنبي. بس ايه خدوا بالكم لان الوضع دلوقتي متغير.
ده الفيلا فيها رجاله. رجاله؟ هما فين دول الرجاله؟ احنا مش احنا. احنا هم. يا الرجاله في الفيلا تبقى فضيحه. بسيطة ولو على شو خايفين؟ كل وحدة منكم تقفل باب اوضتها عليا من جوا. انت فاهم ايه حكاية ولو جوا؟ بتقول كل باب يسكر على الحنة انا من جوا. يا دلي يا دلي، انا شايف ان الحكاية ابتدت تتعقد يا سعد بيه. بالعكس يا عبيد، ابتدت تحلو. يا بيه يا دلي. ولا جر ان شاء الله. يسلم لعيونك حبيبي. انت حياتي تسلم. مش كده عيني بعيني. هو انت يبعت لك حمى تسلقك سلق ان شاء الله. وحمى اف لا حمى ولا عجمي، انا بنشرب سجاير. بتمم عليكم استغفر الله العظيم. ريحتك حلوه الله يخرب بيت امك. الورد جميل لكن الصفحة أجمل. صباح الفل حمد. أهديك هذا الورد لكي يتعبد عني في محراب جمالك حمد. إلى أجمل من في الدار، أم العيون ذات الأسرار حمد. الشاي الكشري يا بنات. أها شاي. أها زيتون. زيتون. أها أجمل. على فكرة احنا امبارح كنا عصبين شوية وظلمنا حمدي، مش كده والنبي؟ فعلا ده باين عليه جنتلمان قوي. ده النهارده الصبح بعت لي ثبت ورد. انا كنت فاكرة انه بعت لي انا بس. وانتي كمان جالك ورد يا شوشو؟ ايه، وبعت لي معاه كلمة رقيقة. اسمعي شو كاتب لي. تقبريني يا حياة قلبي يا روحي، تقبريني ان شاء الله. اشمعنى احنا ما بعتلناش ولا ثبت سجل حتى؟ لو عارف احنا مين هيبعت لنا ثبت جزم قديم. ياه ده انا اتاخرت قوي على الكليه. يلا بقى. لا انا مش هروح، اصلي تعبانه شويه. انت حره. باي باي. باي. Thank you.
صباح الخير. اهلا صباح النور، ميرسي قوي على الورد اللي بعتولي. العفو، انا اللي زرعه بنفسي. صحيح؟ ايوه، انا اصل دي هوايتي المفضله، وعندي مجموعه نباتات ظل مش موجوده في مصر. فين؟ في البيت الصغير. تعالى اوريك. رايحين فين؟ خدونا معاكم. مش رايحين. ايه؟ بعد الشر عليك. الله، انت لسه ما خرجتيش؟ انا متاسف، انا كنت بحسبك خرجتي معاهم. اصل في ماسوره ضربت في الاوضه اللي فوق، وجيت هنا عشان اشوف اذا كان في نشأة ولا حاجه، يعني عشان كان ال هم البنات كلهم خرجوا. يعني في الفيلا ما فيش غيرك انت وانا بس. اصلي حسيت اني تعبانه شويه. عيانه؟ يا خبر. وريني 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 وريني. يا ساتر، ده انت جسمك كله حراره. وريني هنا كمان. لا 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 من فضلك. بس وريني بس. لا لا وريني بس. لا من فضلك. عملنا لك شوربه سخنه اهي. الحمد لله الحيطه سليمه. اصل الميه ضربت في الحيطه، والحيطه ضربت في الماسوره، قصدي الماسوره ضربت في الدولاب، في الماسوره، الحيطه ضربت في الماسوره، الماسوره ضربت في الحيطه. ولا مؤاخذه. تجنن. بقى ايه ده؟ انت دايما في وشي كده. قوم. الباب كان مفتوح. مفتوح ازاي؟ ده انا قافله بنفسي. الصراحة بقى انا كنت عاوز اعمل لك مفاجأة. تعالي بصي. لوازم التنس كلها راكت كور. ادي واحدة. تعرفي يا نايل، ما كنتش اعرف انه بالليل بتبقي بالجمال ده. ياه، ومارك الدنلوب كمان. شوفي دي كمان. الله، الليل بديكي سحر غريب قوي. عن اذنك هقفل الشباك عشان ما تبرديش. ليلتك فل. شوف الهديه الحلوه اللي جبتها لك. كتاب تاريخ الحضاره اللي كان نفسك فيه. قومي يا حياتي. مساء الخير. يا
بهيرة، أنا من يوم ما شفتك وأنا حالي اتقلب، ما بقتش عارف راسي من رجليا. أنا بقى اللي مش عارف راسي من رجليا أتصرف إزاي أنا بقى دلوقتي. أنا سمير. إيه دي؟ هدية بسيطة، أنا حاولت المستحيل علشان ألفت نظرك، لكن أنت مش حاسة بيا خالص خالص. وبعدين بقى يا شهيرة، أنت فين يا وحشة بنتي؟ شهيرة برضه، أنت مش عارفة هي بتقول عليكي إيه؟ قالت عليا إيه اللي عاملة زي الراجل دي؟ بقى أنا راجل لابس ست. دي بهير اللي بتقول. قال ايه؟ قال شهيرة عبارة عن راجل لابس ست. نهار قصدي نهارها اسود. بس انا شايف غير كده، انا شايفك ست وست الستات كمان. هو صين هو غلاب. عاوز تبصني؟ حواليك البص اللي على قصر. انت بتصرف عليها ولا انت واد؟ انا راجل ولاد الست، هتكشفنا بغباوتك يا مغفل. انا المغفل ولا انت؟ يا عم بس بلا مغفل بقى، انت هتقعد تاكل. يا جدع انت بتمد ايدك على الواحد دي يقطعك حتت. والله ما بتلمسنيش. لو عندك كرامه ما تقبليش منه هدايا خالص. المرجع ده انا محتاجه له فعلا، وكلها هينفعنا كلنا. ما فيهاش حاجه يا بيس. ما فيهاش حاجه يعني ايه؟ بمناسبه ايه تقبلي منه هديه؟ عارفه كويس اني بحب زغلول، واطمني على حمدي بتاعك ده يا اختي. يا سلام، انا حمدي ده ما يهمنيش في اي حاجه. انا بتكلم على مبدا وعلى العموم بسيطه. ما انا كمان جاب لي طقم التنس ده. يا نهارك اسود ومخبيه عليا يا سوسه. طب تعالي هنا. لا انا مش يا مريم. لا لا بقيتي عايزه معلش باين عليك اهلك ما ربوك، انا هربيك. تعالي هون. سنيني سنيني بقول لك. تعالي هون. على شو دخلك بحبك؟ على جمالك هيدا ولا على جثة بتلاقي النفور؟ طقي موتي، حمدي بيحبني وبيموت فيا، ودلوقتي حالا هروح اجيبه لك عشان يقول لك الكلام ده بنفسه. لوين رايحه؟ اجري على قلتك سرعه وليدي. سيبيني سيبيني. انا فين؟ خش جوه. اتفضل يا سلوى، خش يا حبيبتي خش. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ استقالتي. هو ده وقت متاخر. جيت متاخر طبعا، كان لازم اسيبك من زمان. اهون عليا اكلها بتقى من اني امشي معاك في الطريق ده. انت جننت؟ لا فتحت، كنت اعمى وفتحت. دور الباع عليك انت اللي اعمى، وحتى انك اعمى على طول. الوان مسألة قدامك اهي. لو ما كنتش اعمى كنت عرفت ان البنات دول غير البنات اياهم. لو ما كنتش اعمى كنت شفت الحب اللي بتحبه لك بيسا. بيسا؟ ايوه بيسا، بيسا اللي انت جرحتها. بيسا؟ ما انا كمان بحب بيسا، بس هي اصلها طالعه لي كده في العلالي ومش عارف. انا بحاول ان انا اتصل بيها وما بقدرش. انت بتبطل تقول ايه؟ لا كفايه بقى. خد دي كمان. اتقوا الله في قلوب العذارى، فان قلوبهم مربوطه بضباره.
معلم. والكلام يبقى اوضه النوم؟ ما انت بتتهربي مني في كل حته، انا من حقي ان انا ادافع عن نفسي. طبعا ما انت من حقك حاجات كتير قوي، ما انت صاحب الملك، بس انا كمان من حقي اني ازعل من المصياده بتاعتك دي. انت هتذليني عشان الفيلا دي؟ النهارده 16 في الشهر، من النهارده الفيلا دي مش بتاعتي. لا يا شيخ، عشان اثبت لك ان انا بحبك. بيسا انا بحبك، صدقيني صدقيني يا بيسا صدقيني. اوعى كذاب كذاب. زهيرة أنا كنت عاوزك في كلمة. أنا عارف إنه قلبك حنين يا بهيرة. ما تحطش إيدك عليا. بهيرة وحياتك أنا عاوزك تتوسطي لي عند حبيبتك بيسا. إيه رأيك؟ ها؟ ها؟ نضف. ما نضفش. نضف. زهيرة زهيرة بيسا واخده مني موقف ومحدش هيعرف يحله غيركم، انا عارف انها تسمع كلامكم. ويا ريت يا حبيبي، وانت شايف ايديا مشغوله مزروطه الدنيا. ايه ودي ايدين اتخلقت عشان الكلام الفارغ ده. عندك انت يا حبيبتي، عندك. اتفضل. ما تقشر لنا البصل ده وخليه جدع بقى. حاضر. بيسا دي اول حب حقيقي في حياتي، ارجوكم فهموها. انت بس وشغل البيت كله على دماغنا. كله الا الغسيل، خصوصا التنانير. تنانير ايه؟ انت ناسي البرديات والشراشف؟ انا تحت امركم اي حاجه، غسيل مأوى تسييل ارض اي حاجه. كلمتوها؟ هي معصلجه شويه، لكن احنا شغالين ما بنونش يعني. انا مش عارف اشكركوا ازاي. طب اشتغل. حاضر. اشتغل. انت ابن حلال، شايفه شايفاك. ترجعهم تاني، عايزك بقى تسيق الحته دي. ها؟ حاضر. وحياتك وتحت الترابيزات. حاضر. وتشيل السجاجيد كلها تنفضها من بره. حاضر. ها؟ والتواليتات عايزها زي الفل، تغسلهم كلهم بالقوم. حاضر. وحياتك وصفائح الزباله. حاضر. تقلب الزباله وتغسل الصفائح من جوه بالقوم، عايزاهم فل. وحياتك. والبلاليح تسلك البلاليح. كل سلك بلاعه برضه تنظفها من جوه بالقوم وزي الفل. وحياتك. وادي العده اللي هتشتغل بيها، شايفها؟ دي عدتك يا حبيبي. فين الواحد يلاقي شغاله مريحه زي دي؟ ده احنا تهد حنا يا جدع. من بكره الفجر ابعته يجيب العيش والخضار وليفه للحمام. بس هنعمل ايه بعد ما اصطلح هو وبيسا؟ اخ دول مش لازم يصطلحوا ابدا. مش تبارك البهيره؟ على ايه؟ عندي خطابه النهارده. ايه؟ مش معقول. مش معقول ليه؟ الراجل برضه عاوز يستقر؟ نفسي من زمان في بنت الحلال. نفسي من زمان في ابن الحلال. مبروك يا بهيرة. مرسي مرسي قوي، مرسي قوي قوي. Thank you.
هو حمدي غصان فين بقاله كام يوم؟ يا داهية لا يكونوا اصطلحوا وفقسوا الفولة. يبقى مقلب. هنسيب المذاكرة ونرجع للطبيخ. طبيخ ايه؟ الغسيل. الشراشف. والتنانير. تنانير. انت بتاكل ايه؟ شراشف. هات شرشوفة يا اخي. وفضل العرب على الحضارة الأوروبية معروف، وهم أول من اخترعوا الصيف وذلك حتى عشان أساسي، وجابر اللحية له يعتبر فعل حتى تعتبر هذا التبرع هذا التصوير، فاعتبر هذا. إزيك يا بهيرة؟ كويس؟ الحمد لله. هو الفرح إمتى؟ فرح؟ فرح إيه؟ سابني وعلى كتفي تلات عيال. عيال ايه؟ اللي كنت هخلفه منه. انت بتقولي ايه؟ فسخ الخطبه يعني؟ ايوه. وايه السبب؟ اصل خطب شهيره. مش ممكن. مش ممكن يعمل كده. بنت بختك يا اختي. معلش. معلش يا بهيرة. والعرب هم أول من اخترعوا الصفر. بيسة. حمدي؟ مالك يا حمدي؟ عيان. وبجد المرة دي مش تمثيل. من إمتى؟ بقالي كام يوم. ولوحدك؟ يعني لو كنت مت ما كانش حد حس بيا. بعد الشر عليك. كان عندك ايه؟ في دواء بتاخده؟ انا ما اقدرش اخرج خالص. طب مش كنت تنده علينا؟ وخطيبتك ما جاتش تزورك ليه؟ خطيبتي؟ خطيبتي مين؟ بهيرة. يا شيخة هو ده وقت هزار. ما تحاولش تنكر. هي قالت لي بنفسها انكم مخطوبين. وعلى العموم ده شيء ما يهمنيش. على اذنك قبل ما خطيبتك تطب وتلاقيني هنا معاك. بيسه. بيسه. اظن في موضوع لازم نسويه مع بعض. اوعى تلمسني تاخد فيها 6 اشهر. يا شاويش. نعم. يا خرابي ده جاهز. لا خلاص انا سامحته يا شاويش. العظيم زي ما بقول لكم كده، وهو ده المكان اللي بيتقابلوا فيه هم الاربعه في السر. بصوا. بعد شويه هتلاقوا حسونه زردول خارجين من جوه، طبعا بعد ما هيصوا معاهم شويه. النجوى. انا اذنت لك تلبسي اللي بستيني سرت. اخرس يا بتاع بهيره. ايه؟ احنا اتهزقنا قوي في البلد ده يا رجاله. انت اتجننت يا بنت؟ اخرس يا بتاع شهيره. اي اي كفايه.
يا بيتي يا بيتي. ها؟ وانت يا روح ايه رايك في زغلول؟ وانت يا ست بهيرة مش كفاية عليك يا حمدي؟ صلوا على النبي يا رجالة. صلي يا بهيرة. صلى الله. انتوا عملتوا في يوم واحد. انا اللي الصبح مضروب وبعد الظهر معدوم عجبي. ابو العامل انا هقوم اخد حمام. خد لي معاك انا مش قادر. نار يا حبيبي نار فل بالزيت الحار قلبي مولع نار. اسمر اسمر راني ابو دم خفيف. انت لسه بتيجي هنا؟ في موضوع خطير عاوز اقولك عليه. مش معقول. انا شفته بعيني. الميت كلم. هاي يا جماعة وحياة بابي احنا مظلومين في حكاية حسونة وزغلول دول. اتحدى اي واحدة فيكم تشوفنا مع بعض احنا الاربعة. اصلها ما تجيش. اصلها انا وهم. ايوه تعرف يا ناهد حسونة بيموت فيك. ده زغلول بيموت في دبادي بيك يا نجو. ما تشيلي دي يا حبيبتي الا مبلولة تحتي برد. مرسي. وانت في ديك الساعة يا نجوى لما تلاقي شاب حلو زي الفل كده بيحبك وعايز يتجوزك. انت جعانة للدرجة دي يا حبيبتي؟ قوي قوي يا روحي. بالهنا والشفا. ماشي هموت. قالوا خير. عايزين اكل الاريكم. بس على مين ادم مطر بيته؟ ايه زغلول ده؟ هي بتمطر ولا انت عملت حاجه؟
غرقني. كنتوا بتعملوا ايه؟ لا ابدا، كنتوا بقطف ورده علشانه، علشانها، علشاننا. وايه الهدوم دي؟ طب لقاها رجاله ولا ستات؟ سرجاله. سرج فرجان كرسات، سرجاله كرسات، سرج فرجان فلانكات. طب تعالوا معايا. ما تعيطيش يا اختي انتي وهي، بعد ما تخرجوا من هنا عندي لكم شقة مفروشة. فين؟ صحيح، ربنا يخليك. ساكن فيها راجل يعجبكم قوي. خلاص يا عوري يا ولاد، عيال والله. السلام عليكم. اهلا وسهلا. في عندكم اتنين ستات رجاله، قصدي اتنين رجاله ستات، لا قصدي اتنين رجاله لابسين ستات، مش كده؟ ايوه فندم. ممكن ادفع الكفاله بتاعتهم؟ ممكن يا فندم. استاذ حمدي، استاذ حمدي، استاذ حمدي، انقذنا من الضياع، جعلوني مجرما، بقينا ثقال في الوحل. ما تخافوش انا جاي اخدكم، ما تخافوش. بس هنروح فين دلوقتي؟ نروح في اي حته، بس المهم ان احنا نسيب الفيلا دي. يا خساره. من فضلكم دي فيلا الاستاذ حمدي كامل؟ لا دي فيلا الاستاذ فرافيرو. ليه؟ عايزين أوضة؟ لا احنا لجنة مشتركة من وزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون. في حاجة؟ احنا جايين نعين الفيلا عشان نستلمها. تستلموها؟ ليه؟ صاحبها اتنازل عنها لتحويلها لبيت للطالبات تديره إدارة المدينة الجامعية. اتنازل عنها النهاردة؟ التنازل كان يوم 16. يا بخت اللي هيسكنوا فيها. مش انتوا ساكنين هنا؟ كنا. ده شرط الوحيد، ان تبقى جميع الساكنات الاصليات فيه وبنفس الاجره اللي كانوا بيدفعوها ولحد ما يتخرجوا من الجامعه. لازم نشوف حمدي. احنا لازم نشكره. يلا يلا يا حمدي. يا حمدي يا حمدي يا حمدي يا حمدي يا حمدي. متشكر قوي، لكن انا صعبان عليا قوي حسونه وزغلول. الحقيقه طول ما هم معانا ما عملوش اي حاجه وحشه. يا ترى هما فين دلوقتي؟ غسيل على مين بكره؟ علي انا يا سي زغلول. حسونه ماهد. يلا بينا يا بيسا. على فين؟ على المكتب مؤتم، وانت جايه معايا. انا ليه؟ علشان نكلم مصر في التليفون ونكلمهم على حكايه ال الزيتون. ها؟ وبعدين نحود يومين من على الإمة نبقوا هناك. طب اتكل على الله. على الله. حرام. ما حد يجيكم عالجارة. راحوا فين دول؟ دول راحوا فين؟ يا حرامية.